أخبار محايد معلومات وبرامج تعليمية وكمان بيسعى لمشاركة مواطنين من السودان في الحياة المدنية الدولة بتاعهم. أريد أوفر لك آخر معلومات لتنفيذ اتفاقية السلام لحل النزاع في جمهورية السودان. أريد حتوفر لك آخر معلومات حول الأحداث اللي بتقتضي تنفيذ اتفاقية السلام. حنوفر لك الأخبار والآراء ومراجعات مختلفة أصحاب المصلحة الأطراف المشاركة لتنفيذ اتفاقية السلام لحل النزاع في جمهورية السودان والمزيد الكثير من أنحاء تجمع السودان. أريد دعم مشروع تابع لمنظمة أي ميديا، وأي ميديا منظمة غير ربحية أسست في سنة 2012 كمنظمة قديمة وشريكة للمنظمة الدولية لإدارة محطة أي ريديو في جوبا. الهدف الرئيسي لأي ميديا هو تعزيز الملكية المحلية للمحطة من خلال تمكين وبناء قدرات المواطنين في جنوب السودان في الإدارة وصنع قرار استمرار شروعية. أي ريديو أسس لتقديم المعلومات التعليم الغير حكومية والأغراض العلمية للشعب في جنوب السودان والمناطق المجاورة، أخبار موضوعية ومتوازنة ومعلومات عن القضايا الحيوية للإبلاغ والمشاركة المدنية بما في ذلك القضايا الحكومية والانتخابات، الصحة، التعليم، الثقافة والمساواة بين الجنسين. أي ريديو عنده خدمة الموجات القصيرة وهو مشروع أي ميديا بدعم مالي من فيستاس والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.